صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من وسط المدينة. يعني في هذه اللحظات فرقة محاربة العصابات تلقى القبض على أحد أشهر بائعين أشهر أشخاص اللي عندهم المحلات وسط المدينة. لما نذكروا الاسم ديالو، يعني كان عنده واحد مذكرة بحث لحظات في الطول القبض اللحظات. تم نقل الشخص الى مصلحة الدين من اجل التحقيق. في هذه اللحظات سيتم نقل الشخص الى الديمومة من اجل التحقيق. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث، والى اللقاء في مباشر اخر هذه الليله.